السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عامل ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنستكمل اللي وقفنا عنده في محاضرة امبارح، ونشرح أهم المعادلات في برنامج اكسل. بعد كده هنعمل مراجعة على برنامج الاكسس. نبدأ ان شاء الله. عندي معادلات مهمة جدا، معادلة اسمها الـ V لوك اب، ومعادلة اسمها الـ H لوك اب، ومعادلة اسمها الـ لوك اب. التلاتة هو دوال لبحث، بحث بتبحث لي على تكست معين، بتبحث على شخص معين. طيب ايه معنى كلمة الـ V لوك اب والـ H لوك اب والـ لوك اب؟ الـ V معناها vertical، يعني بيعمل لي عملية بحث رأسي أو عمودي عن طريق الأعمدة. أما الـ H lookup بتعمل لي بحث horizontal أفقي عن طريق الصفوف. طيب أنا عندي دالة اسمها الـ V lookup. أولا أنا عايز هنا زي ما بعمل في المورد، بصوا كده لما أجي أختار أي اسم بتظهر لي البيانات بتاعت الشخص ده أهو الشكل ده. حلو، اول حاجه بعملها بعمل حاجه اسمها الداتا فاليديشن. داتا فاليديشن اعملها ازاي؟ بروح على تاب اسمه داتا، وبختار منه حاجه اسمها الداتا فاليديشن. طيب عندك الالوب، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ليست او قائمه بالشكل ده، وبعد كده بروح على حاجة اسمها السورس أو المصدر، المصدر اللي هتعمل مني القائمة. أطلع فوق أحدد المصدر ده أهو اللي هو المورد بتاعه، أقول له أوكي. أول ما تدوس على السهم وتختار أي مورد من هنا مفروض يظهر لك البيانات الخاصة بيه. طيب البيانات الخاصة بالمورد أعملها إزاي؟ بجيبها عن طريق داتا او عن طريق دالة اسمها الـ V لوك اب. اول حاجة اقول له يساوي الـ V لوك اب. طيب ايش معنى الـ V؟ عشان انا هعمل بحث فيرتيكال رأسي، انا هبحث عن طريق الاعمدة الموجودة عندي. حلو، طيب لو جينا بصينا تحت بيقول لك اللوك اب فاليو، القيمة اللي هتبحث من خلالها. فين القيمة اللي هبحث من خلالها؟ اهي اللي هي المورد. بمجرد ما اختار اي مورد تظهر لي عملية البحث بتاعته. طيب هحدد المورد، ولازم اعمل تثبيت للخلية، علشان لو حبيت ان انا اطبق الدالة دي على اي جداول تانية او على اي اعمدة تانية، يبقى هو بيشتغل على الخلية دي بس، خلية اسم المورد، عشان ما ينزلش للخلية اللي تحتها. هثبتها ازاي؟ عن طريق فور F4. طيب ده بالنسبة لللوك اب فاليو او القيمة اللي هبحث من خلالها. طيب بعد كده فصلة ولا فصلة منقوطة؟ فصلة اللي هي واو. بيقول لك التيبل اري، الجدول اللي هتبحث من خلاله. فين الجدول اللي هبحث من خلاله؟ المفروض احدد كل ده. طيب اولا انا مش هحدد كل ده، اولا القيمه اللي ببحث من خلالها هنا الشخص المختص. انا ممكن احدد كل ده او ممكن، طيب ممكن يجي حد يقول لي انا هحدد من اول الشخص المختص، برضو ممكن. اغلب النتائج اللي بتطلع غلط في الفي لوك اب بيكون ان انا يعني بتكون محتاجه مني ان انا القيمة اللي بدور عليها اللي هي الشخص المختص تكون أول عمود بحدده معايا، أول عمود أحدده معايا. فأنا هقول إن أنا هشتغل على كله أهو، التيبل كله. فالتيبل أري معناها النطاق اللي أنت هتبحث من خلاله، وأروح أثبت النطاق، ثبت النطاق، وأروح أعمل فصل. طيب أولاً اللي عايزه يظهر اسمه الشخص المختص. طيب الشخص المختص موجود في العمود رقم 2 اهو، لازم قبل الجدول بتاعك تكون على الاقل
سايب له مكان فاضي في عملية البحث، وتكتب في كل عمود رقم العمود، واروح اثبتها عن طريق F4. طيب عندك فولس وعندك ترو. معنى كلمة فولس يعني القيمة اللي بتدور عليها تظهر بالظبط اهو، ادي الفولس. واقفل القوس اقول له انا عايز الفولس اهو، واقفل القوس وادوس انتر. قال لك مصطفى. طيب تعالوا كده نطبق الدالة دي على كله. طبقت معايا كله ازاي بالشكل ده؟ مصطفى مصطفى مصطفى. طيب الخطأ فين؟ الخطأ عندي لو جينا بصينا على النتيجة اللي فوق، أول حاجة اللي هو قال لك دي 17 أهو، اللي هي اللوك أوف فاليو اللي أنا ببحث من خلالها. بعد كده قال لك من بي 5 إلى جي 14، فين بي 5؟ هي بي 5 لحد جي 14، وعمل لها تثبيت. جي عند السي 3 مثبتهاش، بعد كده قال له فولس. تعالوا كده احنا نجرب ما نثبتش السي 3، نلغي التثبيت. لغيت التثبيت وطلع معايا الناتج اللي انا عايزه اهو، بمعنى الكلام ده اهو، معنى الكلام ده ان العمود نفس اللي ببحث من خلاله ومثبتهوش. تعالوا كده نغير، بيغير معايا القيم اهو، بيغير معايا. يبقى تاني عملتها ازاي؟ اول حاجه بعمل داتا فاليديشن، امسح ده واعملها تاني كلير، اقول له كلير اول، اروح على داتا واقول له داتا فاليديشن، وعايز اعمل ليست او قائمه، واحدد من السورس او المصدر القائمه اللي عايزها تظهر معايا، واقول له اوكي. طيب اول حاجه الداله اسمها في لوك اب، داله الفي لوك اب. اول حاجه بيقول لك اللوك اب فاليو، القيمه اللي هتبحث من خلالها. فين القيمه اللي ابحث من خلالها؟ انا عايز اول ما اختار اي اسم مورد يظهر لي البيانات بتاعت المورد ده. يبقى اختار اللي هو قيمه البحث الفي لوك اب، ونعمل لها عمليه تثبيت من F4 كده، عمل فصل. بعد كده التيبل اري يعني نطاق الجدول اللي هبحث من خلاله اهو، انا هبحث من خلال الجدول ده، ما حددتش معاها المورد والشخص اللي هو الصف الاولاني، لا انا هحدد البيانات اللي هدور جواها واروح اثبتها. بعد كده بيقول لك الكولوم اندكس نمبر، رقم العمود. انا واقف فين؟ انا بعمل الداله فين؟ في الشخص المختص. فين الشخص المختص؟ اهو العمود رقم 2. بعد كده هقول له طلع لي النتيجه بالظبط زي ما انا عايز، فولس اوكي. تعالوا كده نسحب اهو، طلع لي القيمه اللي انا عايزها. تعالوا نغير المورد، فغير معاك اسم المورد وادالك برضو البيانات اللي انا كنت عايزها. ده بالنسبة لدالة ال V لوك اب. طيب ال H لوك اب هي بالظبط بنفس التفاصيل، بس المرة دي بدل ما هيبحث في الأعمدة هيبحث في الصفوف. فأنا لو ببحث هنا بحث vertical، لازم قبل الصف او قبل الجدول بتاعي اخلي فيه مكان فاضي او صف فاضي اكتب فيه رقم العمود. في الهوريزنتال نفس القصه، بس هخلي من ناحيه اليسار عمود فاضي
اكتب فيه رقم الصف. حلو خالص. اولا هاجي هنا مثلا، انا هبحث بدلالة الكود بتاع المنتج وهيديلي البيانات بتاعته. هعمل ايه؟ هعمل برضو داتا فاليديشن. عايز حد يشارك معايا كده فيها؟ عايز حد من الناس اللي يريد يشارك معايا في الاتش لوك اب؟ باشمهندس محمد الشرقاوي، اتفضل هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس، وعليكم السلام هندسة. صحتك كده ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. الله أكرم يا حبيبي. باشمهندس، هنعمل بيه لقب، هنقول يساوي. طيب أنا الأول لازم أحدد الداتا فاليديشن اللي هبحث من خلالها. أنا هبحث عن طريق الكود، فبعمل داتا فاليديشن للكود. تمام يا باشمهندس. هنيجي الاول نخش على قسم داتا يا باشمهندس، وبعد كده نخش على داتا فاليديشن، وبعد كده بنخش هنا على ناخد الفاليو اللي هو اني فاليو، ناخد اللي هو الليست. تمام. وبعد كده بنحدد القيمه من هنا من السورس، نعمل عليه كنترول اي، او مثلا بناخده بالماوس يمين كده يا باشمهندس، حدد الجدول كامل يعني. تمام وبعد كده يطلع لي الاي فاليديشن زي ما حضرتك. تمام كده طلع لنا الكود يا باشمهندس. تمام هنيجي بقى نعمل الفيلو، الاتش فيلو كاب، لا الاتش لوك اب. الاتش لوك، الاتش لوك اب. عفوا يا باشمهندس. تمام تمام يا باشمهندس، هبتدي اخد اللي هو احنا عندنا هنا اول ما قال لك في لوك اب الاول. تمام كده يا باشمهندس، اللي هو اول اللي هو الفاليو اللي هو اللوك اب فاليو، القيمة اللي هبحث من خلالها اللي هبحث من خلالها. تمام كده، اللي هي اللي هي اللي هنا يا باشمهندس، اللي هو المنتج اللي حضرتك حاطط عليه جنب منه، او الكود الكود. اللي ببحث من خلاله. الكود انت هتبحث عن طريق الكود او المنتج يا باشمهندس؟ انا هبحث هنا عن طريق الكود. هتبحث عن طريق الكود. تمام، هناخد الاول اللي هو الاول كود المنتج، تمام وبعدين هم جاي عاملين ربط المعادله اللي هو اف مظبوط 4 يا باشمهندس تقريبا، تمام او اف 4، او من عندنا مثلا بناخد شيفت، وفي عندنا فاصله كده عليها نقطه يا باشمهندس. تمام هندسة ده بالنسبه للربط عن طريقتين تبين. بعد كده يا باشمهندس بحدد الجدول بتاعي اللي هو اللي هو التبل اري. بعد كده تاني بربط المعادله يا باشمهندس، تمام بربطها مثلا باف 4 او شيفت مع فاصله ونقطه من فوق. تمام يا حبيبي. بعد كده يا باشمهندس بيقول لك اللي هو الرول اندكس. انا دلوقتي واقف فين؟ انا بعمل معادلة في المنتج، يبقى انا عايز يظهر اول حاجة معايا العمود بتاع المنتج. هروح احدد رقم هناخد الصف رقم اثنين، بتاعه وبعد بالظبط. كده اربط تاني المعادله يا باشمهندس. احنا قلنا مش هنربط، لان لو ربط هيطلع معايا المعادلة غلط. لا بس بحط عليه بس كلمه اف يعني، او شيفت، شيفت نقطه، بحيث ان هي ما فيش اي، لو مثلا اتحرك من الماوس او اي حاجه ما تمام يخشش معايا في الفاليو تبعها. تمام هندسة وبعد كده باشمهندس بديله يا صفر يا واحد، او مثلا يا ترو يا فولس. يعني مثلا اذا انا اديته صفر بيقول لي مثلا ان الحاجه دي جايه فولس، او اديته واحد بيقول لي مثلا ان في، مظبوط كده يا باشمهندس، اللي هو ترو فولس زي واحد مظبوط او صفر. بالظبط كده يا هندسة. تمام يا باشمهندس، بس ما طلعتش المعادله كده في غلط. هنعرف ايه المشكلة دلوقتي، بس هو لحد الآن انت ماشي صح. ماشي يا باشمهندس، أشكرك هندسة، أشكرك جدا. ماشي، ربنا يخليك يا باشمهندس. طيب هنا لما جاء استعمل ال H lookup، أول حاجة احنا قلنا حدد الحاجة اللي هيبحث من خلالها اللي هو G7، وراح عمل لها تثبيت. بعد كده قال لك إن أنا هبحث من أول الصف الأول لحد الخامس، حدد دول مع بعض. وراح بعد كده قال لك A2. تعالوا كده نجرب هنا أهو، أنا دي خلاص مش عايزها. دي تمام. ألغي التثبيت. أنا هحدد الصفوف كلها من بره بالشكل ده اهو، واعمل لها عملية تثبيت واقول له اوكي. طلع معايا المنتج واسحب لتحت اهو بالشكل ده. تعالوا كده نغير، هو بيغير معايا. طيب المشكلة كانت في ايه؟
المشكلة كانت في التيبل اري، الجدول اللي هبحث من خلاله. انا هنا في الاتش لوك اب بجرب النطاق اللي هبحث من خلاله، طيب ما رضيش يطلع، فبضطر ان احدد الصفوف كلها بالكامل. احدد الصفوف كلها بالكامل بالظبط كده اهو، انا همسح واعملها تاني. اول حاجه انا هبحث بدلاله ايه؟ انا هبحث بدلاله الكود، كود المنتج. فاول حاجه بعمل داتا فاليديشن بالمنتج، فاروح على تابة اسمها داتا، واروح على حاجه اسمها ايه، الداتا فاليديشن، ومن الالو هختار حاجه اسمها ليست او قائمه، وانزل عند السورس او المصدر احدد الحاجات اللي انا عايزها تظهر معايا في القائمه. اهو دي الاكواد اللي عايزها تظهر معايا بالشكل ده، وبعد كده اقول له ايه، اوكي. طيب ادي عندي الاكواد بالشكل ده. طيب انا برضو لحد دلوقتي لسه ما اشتغلتش في المعادله، انا كل اللي عملته اول حاجه عملت داتا فاليديشن اللي انا بدور عليه. اولا انا واقف فين؟ انا واقف جنب المنتج، جنب المنتج هقول له يساوي الاتش لوك اب. انا المره دي هبحث بس افقي في الصفوف. اولا اللوك اب فاليو، القيمه اللي انت هتبحث من خلالها. انا هبحث بدلاله الكود، تروح تحدد الكود وتثبته F4، وتعمل فصل. بعد ما هبحث بدلالة الكود، ايه الجدول اللي هيبحث من خلاله؟ التيبل اري. حدد كل ده وراح اعمل له تثبيت. يبقى اول حاجة القيمة اللي هبحث من خلالها، وبعد كده الجدول اللي هيبحث جواه. طيب الرو اندكس نمبر فين؟ النتيجة انا واقف فين؟ انا واقف في المنتج. فأول حاجة عايزة تظهر معايا اللي هو المنتج، المنتج الصف رقم 2، أحدد 2، وبعد كده أقول له يا إما إكزاكت ماتش اللي هو فولس، يا إما ترو. فولس اللي هي زيرو، ترو يعني واحد. ترو بتكون في احتمالية نسبة خطأ، أما الفولس بيطلع لي القيمة بالظبط زي ما أنا عايز، فيا إما أقول له فولس يا إما أقول له صفر. واروح اعمل في الفلاش طلع لك باقي القيم. طب عايز اغير، انا عايز كود رقم مثلا 571، فين الكود 571؟ اهو طلع لك اللي هو المنتج اتش بي والشركه المصريه ومنفذ البيع السلوم والسعر 4000. ده بالنسبه للاتش لوك اب. هنا نفس القصة برضو، دي مدي لك أكواد تانية من خلالها بقدر أعمل عملية سيرش، أعمل المعادلة هنا اللي هي اتش لوك اب، اتش لوك اب. طيب ده بالنسبة للفي لوك اب والاتش لوك اب. طيب اللوك اب، بصوا كده هنا اللوك اب بيقول لك إيه. أول حاجة اللوك اب فاليو، القيمة اللي هبحث من خلالها، القيمة اللي هبحث من خلالها. بعد كده اللوك اب فيكتور، يعني ايه اللوك اب فيكتور والريزلت فيكتور؟ اللوك اب فيكتور الارقام اللي موجودة عندي، يعني اول حاجة هنا مثلا انا حددت النتيجة، طيب اللوك اب فاليو القيمة دي موجودة فين؟ احنا قلنا بعد كده في حاجة اسمها التيبل اري، فبحدد القيمة اللي هيبحث من خلالها. بعد كده النتيجة هيديك ايه؟ هيديك يا اما راسب يا اما مقبول يا اما جيد. تعالوا كده نعملها واحدة واحدة مع بعض. حاضر. اقول له يساوي، انا المرة دي مش هستخدم في لوك اب ولا الاتش لوك اب، انا هستخدم اللوك اب بس. طيب اول حاجة بيقول لك ايه؟ اللوك اب فاليو، القيمة اللي هتبحث من خلالها. انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب التقدير. نفترض ان ده مش موجود، انا عايز اجيب التقدير، القيمه اللي هبحث من خلالها اللي هي ال 95. ثبت.
لو ثبتها يطلع صح ولا غلط؟ حد يقول لي تثبيت هنا صح ولا غلط؟ تثبيت غلط ليه؟ جينا بصينا هنا اهو، هو هنا ما ثبتش. ليه ما ثبتش؟ ما ثبتش عشان خاطر كده كده في قيم تحتيها، انا عايزه برضو نتيجة المعادلة تكون على كل القيم اللي عندي، فراح حدد اللي هو النتيجة. حلو، واعمل فصل. النتيجة دي اللي هي 95 90 85 وهكذا، قال لك بعد كده في حاجة اسمها اللوك اب فيكتور. يعني ايه اللوك اب فيكتور؟ اولا انت هتطلع التقدير على اساس ايه؟ على اساس مثلا لو صفر راسب، 50 مقبول، 75 جيد، 85 جيد جدا، 90 امتياز. فانا هطلع التقدير على الاساس ده، تروح تحدد اللوك اب فيكتور الموجود عندك وتروح تعمل له تثبيت. طيب عن طريق اللوك اب فيكتور ايه الريزلت اللي هيطلع؟ اهي دي النتيجه اللي هتطلع، واثبت النتيجه واقفل القوس ودوس انتر. ذاك انزل كمل معاك باقي التقديرات. يعني بنعملها ازاي؟ بتساوي اف، للعلم ان هي لوك اب بتساوي اف. هناخد معادله اف كمان وتعرفه برضو بنفس الطريقه ممكن اطلع التقدير. اولا بيقول لك اللوك اب فاليو، القيمه اللي انا هبحث من خلالها اللي هي ال 95. طيب القيمه دي على اساس ايه هتطلع لي التقدير؟ على اساس الارقام اللي مديها لك اللي هو 0 او 50 او 75 او 85 او 90. ده اللي هو اسمه اللوك اب فيكتور، يعني الجزء اللي هيبحث من خلاله. واروح اعمل له عمليه تثبيت اف 4 واعمل فصل. طيب الريزلت فيكتور، النتيجه اللي عايزها تطلع، هتطلع من دول اهو. اروح احدد الجزء اللي عايز اطلع منين قوس انتر وهيديك. طيب ده الفي لوك اب الاتش وي لوك اب. الفي لوك اب بنعملها تاني ازاي؟ احنا قلنا اول حاجه بعملها بحدد الداتا فاليديشن اللي هبحث من خلالها. اروح على تاب داتا، داتا فاليديشن، من الالوه اختار لستة او قائمه، ومن السورس او المصدر عايز احدد القائمه بتاعتي. اهو حددت القائمه، اقول له اللي هختاره من هنا يظهر لي النتيجه بتاعته. اقول له يساوي الفي لوك اب. اولا بيقول لك اللوك اب فاليو، القيمه اللي هتبحث من خلالها ليا القيم بتاعته او البيانات بتاعته. اروح احدد المورد، لا تثبيت، واروح اعمل طيب التيبل اري، الجدول اللي هدور من خلاله اهو، احدد الجدول. بعد كده الكولوم اندكس نمبر، انا بعمل الداله فين؟ بعملها في خليه الشخص المختص، يبقى العمود بتاع الشخص المختص اللي هو العمود 2. بعد كده اعمل فصله، وبعد كده اقول له ايه، انا عايزك تطلعها لي اكزاكت ماتش، يعني بالظبط نفس اللي يطلع. exact match يعني بالظبط نفس النتيجه اللي انا عايزها. هاجي اعمل في الفلاش هنا في المورد، اول ما اختار اي
اي مورد هيظهر لي النتيجة بتاعتي. طيب لحظة، اولا الفي لوك اب بتعمل عملية بحث فيرتيكال، بحث رأسي. طيب انا لما اجي اعمل مايك بعد اذنك، هعمل عملية أول حاجة. أولا أنا عايز بمجرد ما أختار أي اسم مورد عندي يظهر لي النتيجة بتاعت، فأروح هنا عند المورد وأروح أعمل داتا فاليديشن من اللي هو أختار ليست، وهاجي عند السورس او المصدر احدد المصدر او اللي انا عايزه يظهر معايا في القائمة. انا عايز اظهر المورد في القائمة، فهيعمل معايا قائمة. القائمة دي فيها اسماء الموردين، القائمة اللي عندي فيها اسماء الموردين، دي كلها اسماء موردين. اختار اي اسم انا عايزه. انا عايز من هنا لما اجي اختار اي اسم مورد يظهر لي البيانات الخاصة بالمورد. هاجي في اول خلية بعد المورد يساوي، واكتب اسم المعادلة. انا المرة دي هبحث حز فيرتيكال، هبحث عن طريق العمود، فاستخدم معادلة الفي لوك اب. أول حاجة بيقول لك اللي أنا هبحث من خلالها، يعني القيمة اللي هبحث من خلالها، أنا عايز هنا لما أجي أختار أي مورد يظهر لي البيانات الخاصة بي، القيمة اللي هبحث من خلالها إيه؟ المورد. وأروح أثبت قيمة المورد وأروح أعمل فصل. بعد كده بيقول لي التيبل اري، الجدول اللي انا هبحث من خلاله، او تروح تحل تبحث من خلاله. طيب انا واقف فين؟ انا واقف في الخليه اللي اسمها الشخص المختص. طيب الشخص المختص في العمود رقم كام؟ في العمود رقم 2. اضغط عليه. طيب الناتج اللي هيطلع عايزه ايه؟ عايزه يطلع لي اكزاكت ماتش، يعني ناتج بالظبط، تماثل بالظبط، نفس النتيجه هي. لكن لو عايز نسبه خطا في النتيجه هختار ترو، وراح اعمل فلاش، اعمل فيل فلاش. هنا في المورد لما اجي اختار اي مورد اي لوك اب، الصوت واضح؟ الدالة فيها أي مشكلة؟ الصوت واضح ولا برضو في مشكلة؟ طيب أولا لما أجي أعمل الـ VLOOKUP نحاول على قد ما نقدر عمليت انا اكتر من كده، اخلي اول عمود خاص بالارقام. اهو العمود ده من فوق، انا اسف، ان اول صف عندي اللي هو قبل التيبل بتاعي احط فيه رقم العمود اللي هبحث من خلاله. طب معلش الناس تحاول تسمعني على قد ما تقدر. نيجي نشتغل على الدالة التانية اللي هي اسمها اتش لوك اب. اتش لوك اب اولا بعمل داتا فاليديشن بالنسبة لايه؟ بالنسبة للحاجة اللي انا هدور من خلالها. اروح على داتا قائمة، بعد كده اروح عند السورس او المصدر،
أنا هبحث بدلالة الكود، تروح تحدد الأكواد اللي عندك وتقول له بعد كده إيه؟ أوكي. أنا عايز من هنا أول ما أختار أي كود يظهر لي البيانات الخاصة بالكود ده، اسم العميل. هاجي هنا بعد كده على الخلية اللي بعدها يساوي ال H lookup. أولا هنا بيقول لك اللوك حس عن طريق الكود، بمجرد ما اختار اي كود يظهر لي النتيجة الخاصة بالاكواد دي، ثبتها عن طريق F4. طيب التيبل اري الجدول اللي انا هبحث من خلاله، انا هبحث عن طريق الخمس صفوف دي وراح اثبتها. طيب انا واقف تاج عندك، المنتج الصف رقم 2، تحدي الصف رقم 2. بعد كده انا عايزها ايه؟ اكزاكت ماتش، اقول له اوكي. بعد كده نسحب نغير الاكواد فبتغير معايا النتيجه اللي انا عايزها. ده بالنسبه للاتش لوك اب. قلنا اللوك اب اللي هي بتساوي اف يساوي اللوك اب. اولا اللوك اب فاليو القيمه اللي هتبحث من خلالها، ومش هثبتها الا ان انا عايزها تتطبق معايا على كل الخلايا اللي تحتها. طيب يقول لك اللوك اب فيكتور القيمه دي النتيجه اللي هتطلع، هتطلع على اساس ايه؟ على اساس ان الصفر راسب وال50 مقبول وال75 جيد. طيب الرزق نعمل في الفلاش هطلع معايا باقي القيم. بالنسبة للثلاث دوال دول فيهم أي مشكلة؟ بالنسبة للثلاث دوال دول نرجع كان معادلة اللوك اب يساوي اللوك لوك اب. عندك أول حاجة اللوك اب فاليو القيمة اللي أنا هبحث من خلالها، أنا عايزه يبحث من خلال 95 من خلال النتيجة بتاعتي، اضغط عليه ومش هعمل لها تثبيت لان انا عايزه برضو يطبق المعادله دي على باقي الخلايا اللي من تحت. طيب اللوك اب فاليو النتيجه اللي انت هتطلعها اللي هي الريزلت هتطلعها على اساس ايه؟ على اساس اللوك اب فيكتور، على اساس اللي هو من الصفر للتسعين، صفر راسب 50 مقبول 75 جيد. خمسة وسبعين جيد وخمسة وثمانين جيد جدا وتسعين امتياز، واروح اعمل تثبيت ليها. طيب الريزلت فيكتور النتيجة اللي هيطلعها لي، هيطلعها لي على اساس ايه ومن فين؟ من هنا اهو، اروح اعمل تثبيت واقول له انتر، هيطلع معايا النتيجة بتاعتي. ده بالنسبة للتلات دوائر. في الصوت ساعتها انا هضطر اوقف المحاضرة ونكملها بكرة. تمام. نفترض عندي حاجات بالشكل ده وهنعرف انا بعمل ايه دلوقتي.
اولا اتاكد دايما ان اف اي معادله فيها اف فهي لازم يبقى فيها شروط. اي معادله فيها اف فلازم يبقى فيها شروط، ده اللي هي الاف سيمبل. والاف كومبلكس اولا برضه بنفس الطريقة اللي بكتب بيها يساوي اف، وافتح القوس. طيب اول حاجة بيقول لك اللوجيكال تيست، الشرط الاساسي. طيب متعود دايما ان لما اجي استخدم اف البسيطة فالنتيجة اللي هتطلع يا او لا، يعني لو الشرط ضيق ضيق ما حصلش هيكتب ايه. اول حاجه اللوجيكال تيست، انا بشتغل على اول خليه، والله لو الخليه دي اكبر من اللي شفت مع زين اكبر من 65 فانا كتبت الشرط الاساسي بتاعي. طيب لو اكبر من 65 ايه الفاليو اوف ترو، ايه القيمه اللي هتطلع لو الشرط ده حصل؟ هتكتب لي ناجح. يبقى لو الشرط ده حصل هتكتب لي ناجح. طيب في نتيجة لو ما حصلش؟ لو ما حصلش اكتب لي راسب. اهو انزل اطبقها لتحت. ليه مديني هنا ناجح 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 ناجح؟ عشان اكبر من 75. يبقى اول حاجة بكتب الشرط الاساسي بتاعي، اقول له يساوي اف، افتح القوس. طيب اول حاجة اللوجيكال الشرط الاساسي، انا بشتغل على اول خلية لان كده كده هعمل لها في الفلاش فهطبقها على باقي الخلايا. لو الخلية دي كانت أكبر من 65 يبقى أنا كتبت الشرط الأساسي بتاعي. طيب لو الشرط ده اللي أنا كاتبه حصل، لو الشرط ده حصل هيكتب لي إيه في الخلية؟ هيكتب لي مثلا كلمة ناجح اللي هي الـ value of true. طيب لو الشرط ده ما حصلش اللي هو الـ value of false، لو ما حصلش اكتب لي كلمة راسب، ولازم احطها ما بين علامتين تنصيص، لازم الكلمة الناتج اللي هيطلع ما بين علامتين تنصيص. بكتب الشرط الاساسي بتاعي، ولو الشرط ده حصل هتكتب ايه، ولو ما حصلش هتكتب ايه، واقول له اوكي واعمل في الفلاش. طيب الكومبلكس زيها بس مع اختلافات بسيطة، اقول له يساوي اف برضه، بفتح القوس. اول حاجة ايه؟ اللوجيكال تيست. المرة دي بقى في الاف كومبلكس انا هعمل التقديرات بتاعتي. امتياز، جيد جدا، جيد، مقبول، راسب. هقول له والله لو الخلية دي، انا كل ده بشتغل على اول خلية بس ليه؟ لان كده كده هطبقها على باقي الخلايا. لو الخلية دي كانت اكبر من 85، خليها أكبر من أو يساوي 85، أكبر من أو يساوي 85، طيب لو الشرط ضي حصل هتكتب لي إيه؟ هتكتب لي امتياز. يبقى هنا بحط نتيجة حصلت. طيب أعمل فاصلة. كنا بنعمل في اف العادية لو الشرط ما حصلش، لا المرة دي هروح. طيب برضو نفس الخلية اللي انا بشتغل على الخلية الاولى، ان كده كده هطبقها على باقي الخلايا. ايه النتيجة اللي هتطلعها لي؟ جيد جدا، ادي جيد جدا، هي جيد جدا. مسافة بين كلمة جيد
جدا واقف في علامات التنصيص واعمل فصل، هكتب الشرط الثالث اف لو نفس الخليه انا مش عادله طويله فجت عليها، هكتب بس اسم وقفنا لحد هنا. حد هنا في اي مشكلة؟ لحد جيد جدا في اي مشكلة؟ معلش هندسة في جزء بس لازم اخلصه النهاردة وبعد كده نكمل بكرة. هعمل انا بكرة النهاردة هشرح وبإذن الله هعمل مراجعة سريعة على الحاجات دي بكرة. مفيش صوت ازاي؟ ولا صوت ولا صورة؟ طيب الصورة واضحة للناس ولا لا؟ طب بالنسبة للصوت طيب الناس وصلت معايا لحد جيد جدا، فيها أي مشكلة ولا عادة تاني من الأول؟ فيها أي مشكلة ولا عادة تاني من الأول؟ يبقى أنا بكتب إف وأفتح القوس. أول حاجة اللوجيكال تيست الشرط الأساسي، أولا أنا عايز أضغط على الخلية مش عارف أضغط عليها، أروح أكتبها كتابة المرة دي لو مثلا أكبر من 65. طيب لو أكبر من 65 إيه الناتج اللي هيطلع؟ جيد، فأنا بكتب الشرط ولو الشرط ده حصل هيكتب إيه؟ طيب إف الأخيرة أهو أقول له برضو نفس الخلية بس المرة دي لو أصغر من أو يساوي 65، المرة دي اكتب لي إيه؟ اكتب لي مقبول. حد يقول لي أنت بتكتب الشروط دي على أساس إيه؟ أنت اللي عايز تكتب، بمعنى أنت اللي بتحدد الشروط بتاعتك. حد يقول لي لا أنا هخلي امتياز من 90، حد يقول لي من 80، حد يقول لي هخلي مثلا جيد جدا من 70. فانت لو عندك اكتر من شرط في المعادله بستخدم اف كومبلكس. انا عندي كام اف؟ ادي 1 2 3 4، اقفل باربع اقواس 2 3 4، اقول له انتر اهو اداني النتيجه واسحب لتحت واسحب لتحت. ده بالنسبه للاف كومبلكس. يبقى في الاف كومبلكس بكتب الشرط الاساسي ولو الشرط حصل هتكتب ايه؟ بعد كده اف التانية لو الشرط حصل هتكتب ايه؟ اف التالتة لو الشرط حصل هتكتب ايه؟ اف الرابعة لو الشرط حصل هتكتب ايه؟ ممكن استغنى على الاخيرة دي بدل ما اكتبها كده اروح اكتب ايه؟ كده كده هي اخر واحدة. طيب لو الشروط دي ما حصلتش هتكتب لي ايه؟ هتكتب لي مقبول. واروح اقفل بكام اف المره دي؟ ب3. لا في حاجه اسمها الاف، في معادله اسمها الاند وفي معادله اسمها الاور. لكن الاف اولس دي هتلاقيها في البرمجه بس. طيب السم اف المرة دي ايه معنى كلمة سم اف؟ انا هجمع بس بشرط اساسي، كلمة سم يعني جمع واف اللي هو الشرط،
فأنا هجمع بس بشرط معين يساوي sum if، وافتح القوس. أول حاجة بيقول لك الرينج، أنت أصلا هتبحث على إيه؟ أو أنت هتجمع مين؟ أنا عايز أجمع الناس اللي جايبين امتياز، فتروح تحدد الرينج اللي موجودة فيه كلمة امتياز، وأروح أعمل فاصلة. كريتيريا أنا عايز أجمع إيه؟ أنا عايز أجمع الناس اللي جابوا امتياز. حلو، أروح أعمل بعد كده فاصلة. طيب طالما هجمع، ما أنا لازم يبقى عندي أرقام، تروح تحدد العمود بتاع الأرقام بتاعك وتقفل القوس وتدوس إنتر. قال لك 270، اجمع كده 90 زائد 85. في تاني عندك هنا امتياز أهو، 85 زائد 90 زائد 95 هديك 270. هعملها تاني، وعملها إزاي؟ أنا المرة دي هجمع بس بشرط أساسي يساوي sum if. أول حاجة أنا هجمع مين؟ أنا هجمع الناس اللي جايبين امتيازات. طيب فين العمود اللي فيه الكلمة اللي بدور عليها؟ أهو، روح تحدد العمود الرينج بتاعك وتعمل فصل. كريتيريا إيه الشرط اللي هتشتغل عليه؟ أنا هجمع الناس اللي جابوا امتياز، احطها ما بين علامتين تنصيص. طيب طالما عملية جمع فلازم احدد عمود الدرجات اللي عندي، واقفل القوس وادوس انتر. فكده جمع الناس اللي جابوا امتياز، جمع المجموع بتاعها. طيب الافريج اف هي السم اف، بس بدل ما هيجيب لي جمع هيجيب لي متوسط يساوي average if، وافتح القوس. انا عايز اجيب المتوسط لمين؟ للناس اللي جابوا امتياز. اعمل ايه؟ احدد العمود اللي فيه الشرط الاساسي بتاعي. طيب انا عايز اجيب المتوسط لمين؟ للناس اللي جابوا امتيازات. طيب طالما افريج يبقى لازم يبقى عندي ارقام، احدد عمود الدرجات اللي عندي واقف القوس وادوس انتر. جاب لي المتوسط لمين؟ للناس اللي جايبه امتيازات، 95 زائد 90 زائد 85 على 3 اداك 90. طيب الكاونت اف هيعد بس بشرط اساسي اهو، هي بنفس الطريقه كاونت اف، افتح القوس. أول حاجة الرينج، أنا عايز أعد كم خلية فيها كلمة امتياز، أو عايز أعد عدد الناس اللي هم جابوا امتيازات، فبحدد العمود اللي فيه الشرط الأساسي بتاعي. طب أنا عايز أعد الخلية اللي فيها كلمة امتياز، هكتب في الكريتيريا كلمة امتياز من غير ما أنا أحدد عمود الدرجات. ليه؟ لأن الكاونت خاصة بعد الخلايا، قال لي 3. الإف السمبل والكومبلكس والسم إف والكاونت إف والأفريج إف. الصوت كان واضح في الخمس معادلات دول ولا في معادلة كان فيها مشكلة؟ اعتبر المعادلات اللي خدناها النهارده، يعني مش هقول ان هي من اصعب المعادلات، بس معادلات محتاجه تركيز. الفي لوك اب والاتش لوك اب واللوك اب والاف سيمبل والاف كومبلكس والسم اف والكاونت اف والافريج اف. اعيد الافريج اف، ماشي. في اي معادله تاني فيها اي مشكله غير الافريج اف نعيد عليها؟ يساوي افريج اف. انا المره دي هجيب المتوسط بس بشرط معين، انا عايز اجيب المتوسط للي هو الناس اللي نجحت. بس لحظه نعمل كنترول زد.
انا هجيب المتوسط للناس اللي هي جابت مثلا امتيازات، حلو. اجيب المتوسط ازاي؟ اولا انا عايز اجيب المتوسط للناس اللي جابت امتيازات. طيب فين العمود اللي فيه الكلمة اللي هشتغل عليها؟ اهي ادي العمود، واعمل فصل. طيب عايز اجيب المتوسط لمين؟ للناس اللي هي جابت امتيازات، احط ما بين علامتين تنصيص الكلمة بتاعتي اللي هي امتياز. طيب طالما عايز اجيب المتوسط اعمل ايه؟ لازم احدد عمود الدرجات اللي عندي بالشكل ده. يبقى اول حاجة بحدد النطاق اللي انا هبحث فيه على الشرط بتاعي، وبعد كده بكتب الشرط الاساسي بتاعي، بعد كده احدد العمود بتاع المجموعة والدرجات اللي عندي. طالما افريج او صم لازم يبقى عندي درجات، فاداني 90. الكاونت اف انا عايز اعد الخلايا اللي فيها كلمة امتياز، فبحدد النطاق اللي موجودة في الكلمة دي او واحط كلمة امتياز ما بين علامتين تنصيص. دول فيهم اي مشكلة؟ دول فيهم اي ادنى مشكلة بالنسبة للناس؟ طيب زي ما قلنا ان الفي لوك اب ده للبحث، انا هبحث بس فيرتيكال او رأسي. اولا انا عايز ابحث عن طريق اللي هو المورد، اول ما اختار اي مورد موجود عندي بيديني النتيجة بتاعت المورد اهو، البيانات بتاعته كاملة. طيب اولا انا عايز ابحث عن طريق المورد وعندي اكتر من مورد، فبعمل لهم حاجة اسمها الداتا فاليديشن من داتا، وبختار حاجة اسمها الداتا فاليديشن من داتا، هختار داتا فاليديشن واقول له انا عايز اعمل ليست او قائمة اهو ليست. تيجي هنا في السورس او المصدر تحدد الاسماء اللي عايزها تظهر في القائمة واقول له اوكي. اول ما تضغط على السهم اختار اللي انت عايزه، المفروض يديك بيانات هنا، فالبيانات مش مديها لك ليه؟ لان انا لسه ما استخدمتش داله الفي لوك اب. طيب انا عايز بمجرد ما اختار اي مورد يظهر لي البيانات الخاصه بالمورد. هاجي في الخليه اللي تحت اول عمود عندي بعد كده يساوي الفي لوك اب. اولا بيقول لك اللوك اب فاليو، القيمة اللي أنا هبحث من خلالها، القيمة اللي أنا هبحث من خلالها. أنا هبحث من خلال اسم المورد، هتضغط على المورد اللي عندك وهتروح تثبته. يبقى أنا هبحث اللوك اب فاليو، القيمة اللي هبحث من خلالها، وأعمل فصل. التيبل أري، يبقى أول حاجة حددت اللوك اب فاليو، القيمة اللي من خلالها هتطلع لي النتيجة. أنا عايز أول ما أختار أي مورد يظهر لي النتيجة بتاعت المورد ده، فبحدد أول خلية عندي اللي هي المورد وأروح أعمل لها تثبيت. عندك بعد كده التيبل أري، الجدول اللي أنا هبحث من خلاله، أنا هبحث من خلال ده. عايز تحدد الجدول كله؟ حدد الجدول كله. يبقى التيبل اري الجدول اللي انا هبحث من خلاله وبعد كده اعمل له عمليه تثبيت. يبقى التيبل اري الجدول اللي انا هبحث من خلاله. طيب المعادله دي انا عاملها فين؟ عاملها في الخليه بتاعت الشخص المختص. طب لما نطلع فوق الشخص المختص في العمود رقم 2، قلنا لما اجي اعمل الفي لوك اب بسيب صف فوق الجدول بتاعي فاضي اكتب فيه رقم العمود. في الاتش لوك اب من ناحيه اليسار برضه هسيب مكان فاضي اكتب فيه رقم الصف لما اجي احدده بالشكل ده. فالكولوم اندكس نمبر انا واقف فيه الشخص المختص،
أول نتيجة هتظهر معايا في العمود الثاني. طيب بعد كده عندك true and false، صفر معناها false وtrue معناها واحد. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ true بيطلع لك نسبة خطأ في المعادلة في الناتج، أما الفولس بيدي لك exact يعني بالظبط تماثل، بيدي لك النتيجة بالظبط. بعد كده نعمل في الفلاش عشان يطلع لك النتيجة. تيجي هنا عند المورد، اختار أي مورد أنا عايزه، طلع لك النتيجة بتاعة المورد، بيطلع معاك نتيجة المورد. في أي مشكلة تانية غير المعادلات دي؟ ال H lookup هي هي، بس أنا هبحث بدلالة الأكواد وأروح أعمل data validation للأكواد، وبعد كده في الأول أحدد بعد كده بحدد أول حاجة ببحث من خلالها، بعد كده بحدد الجدول اللي أنا هبحث جواه، بعد كده بحدد رقم الصف، بعد كده أقول له false في الآخر عشان يطلع لي النتيجة. أنا بعمل تثبيت في حالة واحدة. طيب فاكرين لما جينا أخدنا هنا في الخلية دي، أنا هنا لو ما عملتش تثبيت بالنسبة للضريبة أنا هعمل لها F4. طيب من غير ما أعمل F4 بصوا كده، أنا لما أجي أعمل في الفلاش قال لي value. طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن هو ضرب الرقم في التكست، يعني كمل بعد كده، فانا عايزه كل الناتج اللي موجود عندي يضرب في نفس الخليه. فانا بعمل تثبيت امتى؟ بعمل تثبيت امتى؟ بعمل تثبيت لو انا عايز الخليه دي النواتج كلها تطلع من نفس الخليه هي هي. ليه؟ لان انا لو ما عملتش تثبيت هنا هيضرب الخمسه في الكام؟ 5% هيضربها في ال 22000، هيجي يمسك المبيعات اللي بعد كده هيضربها في 27000، هيجي يمسك المبيعات اتنين هيضربها في 25000، فهيكمل معايا كأني عامل في الفلاش. هو هيعرف من هنا ان انا عايز اضرب ايه، اول خلية في الاجمالي، هيجي تاني خلية في الاجمالي. يعني بصوا كده لما اجي عندي حاجات بالشكل ده اهو، وعايز اجيب المجموع بتاعها اقول له يساوي sum، وافتح القوس واحدد دي واقفل القوس وادوس انتر. قال لي كام؟ قال لي 6. طيب هنا 2 3 4 هنا 5، ورحت عملت في الفلاش هنا خلينا نجيب دول الناحية التانية علشان اتجاه الشيت. هاجي اعمل في الفلاش، كمل معايا في الفلاش 5 زائد 6 زائد 4 دي 15. طيب تعالوا كده هنا نعمل تثبيت ليهم ونقول له اوكي، ونعمل في الفلاش طلع لي النواتج غلط. ليه عمل تثبيت؟ الناتج اللي طلع هنا استخدم فيه اللي هو الجزء الاولاني انا ثبته، الجزء اللي انا بثبته ده الجزء اللي بيشتغل عليه في كل المعادلات اللي عندي. علشان كده هنا لما جيت ضربت عملت تثبيت. ليه؟ معنى كده ان اي رقم هيظهر معاك بعد كده هتضربه في الخمسة في المية، ان هو جه عند ال 27 ضربها في المبيعات 1، جه عند ال 25 ضربها في المبيعات 2. فدايما احنا متعودين ان الفلفلاش بيطبق معايا على الخلايا حتى اللي بعدها، فانا مش عايزه يطبق النتيجة على الخلية اللي بعدها. هو كده فهم انا بضرب الخلية دي في الخلية دي، هاجي بعد كده امسك الخلية اللي بعدها اضربها في الخلية اللي بعدها وهكذا. فانا علشان امنع الكلام دي لازم اثبت الخلية اللي هضرب فيها، لازم اعمل تثبيت للخلية اللي انا هضرب فيها، ده معنى كلمة تثبيت. طيب
حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ اف سمبل اف كومبلكس سم اف كاونت اف افريج اف في لوك اب اتش لوك اب واللوك اب. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي في المعادلات اللي احنا شرحناها؟ المعادلات اللي عليكم، الناس اللي هتدخل الاختبارات الدولية. المعادلات اللي بيجيبها اللي بيشتغل عليها مش كتير، يعني معاك معادلة الصم، معادلة الأفريج، ومعادلة الماكس والمين. واللارج سمول كاونت كاونت ايه كاونت بلانك والراوند والاف. يعني حتى المعادلات دي ما بيجيبهاش كلها، حتى المعادلات دي مش بيجيبها كلها. اللي بتيجي دايما اف والراوند والكاونت ايه، ممكن يجيب لك الصم والماكس والمين. فدي المعادلات اللي هو بيجيبها لك اللي بيشتغل عليها في الاختبارات الدولية. الصم اللي هي خاصة بالمجموع، والأفريج اللي هي المتوسط، والماكس اللي هو أكبر قيمة، والمين أصغر قيمة، واللارج لو عايز تاني أكبر قيمة اللي بعد أول أكبر قيمة أو تاني أكبر قيمة. السمول تاني أصغر قيمة، الكاونت عد الخلايا التي تحتوي على values اللي هو أرقام، على أرقام فقط. أما الكاونت إيه؟ عد الخلايا التي تحتوي على أرقام ونصوص. بيجي عليها إزاي السؤال؟ استخدم معادلة من خلالها بعد الخلايا الغير فارغة. معنى كلمة عد خلايا غير فارغة معناه إن هو عايز يعد الأرقام والنصوص بالشكل ده. طيب الكاونت بلانك عد الخلايا الفارغة، الراوند التقريب لأقرب رقم عشري، الإف اللي هي الكونديشنال الشرطية، معادلة هنا معادلة الشرط. فدي المعادلات اللي هي بتيجي في الاختبارات الدولية اللي بيشتغل عليها. مش بيجيب كل المعادلات دي، مش بيجيب كل المعادلات دي، يعني الامتحان كله ممكن ما تلاقيش فيه غير 3 أو 4 معادلات بس. دايما كل امتحان لازم يكون فيه اف الراوند الكاونت ايه كاونت ايه الراوند والاف. ساعات بيجيب لك المجموع، دي اللي بيلعب عليهم في الاختبارات الدولية. ممكن اقول لك استخدم معادلة للطرح، هي الطرح ملهاش معادلة، بس انا لو عندي خليتين وعايز اطرح ما بين الخليتين يساوي، احدد اول خلية وادوس على ماينس، واحدد تاني خلية وادوس انتر. بس في الاختبارات الدولية برضو بيلعب على اللي هو الكونديشنال فورماتنج، على اللي هو ازاي اضافه صف، اضافه عمود، فلتره،
لو عايز مثلا تعمل طباعة العناوين، عايز اغير اتجاه الشيت، الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها مع بعض في حلول الاختبارات الدولية. اولا دالة الاوفست ودالة الماتش والاندكس، دي كلها برضو دوال بحث، دي كلها دوال بحث زي كده الفي لوك اب والاتش لوك اب واللوك اب. ان شاء الله لو في وقت هنشرحهم باذن الله. فالناس لازم تكون عارفة المعادلات دي كويس، دي المعادلات الاساسية اللي انت المفروض تكون عارفها. ان شاء الله باذن الله ميعادنا بكره الساعه 10، هنعمل مراجعه على برنامج الاكسس، نعمل مراجعه على برنامج الاكسس، وهناخد محاضره تاني باذن الله على يوم الثلاث، هنشرح فيها اساسيات الانترنت والبريد الالكتروني عموما سواء كان الجيميل او الاوتلوك، والاربع والخميس هنخليهم اساسيات الكمبيوتر مع التعاون عبر الانترنت. لو ما خدناش التلات ممكن نزود محاضره يوم الجمعه يعني، فهنشوف الامور ماشيه ازاي ان شاء الله في محاضره بكره. بكره مراجعه برنامج الاكسس. احنا كده رجعنا شرحنا المنهج الاساسي بتاعنا كله، عملنا مراجعه على الوورد والباوربوينت والاكسل، بكره هنعمل مراجعة على الاكسس، بحيث ان شاء الله على يوم الجمعة او على يوم الخميس نكون خلصنا الشرح بالمراجعات، وهنبدأ ان شاء الله من بعد العيد حلول الاختبارات الدولية بالكامل سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ كمية المعادلات اللي احنا اخدناها في المراجعات دي معادلات، مش هقول لك اللي طلع بس، المنهج الاساسي بتاعنا المعادلات دي، انا كان ممكن اكتفي بالمعادلات دي بس، فالمعادلات التانية الناس تاخدها كمعلومة ليها. ان شاء الله لو ربنا ادانا طول العمر يبقى في كورس بس خاص بالمعادلات، معادلات الاكسل. بالنسبة لجزء المعادلات الاكسل مليان معادلات، الاكسل مليان معادلات، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نلم للناس 90% من المعادلات اللي بتحتاجها في سوق العمل بره. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ طيب يا ريت الناس تطبق كويس جزء المعادلات اللي شرحناه امبارح واللي شرحناه النهارده، اللي واقف عنده أي مشكلة يسألني فيها بكرة بإذن الله. بإذن الله نلتقي في محاضرة بكرة الساعة 10، وهنعمل مراجعة على برنامج الأكسس مع بعض. بالتوفيق لكم يا رب إن شاء الله. تصبحوا على خير.